اختبار لعملية الدكتور منة معايا كانت كنت إيمان مش موجودة، أنا كنت أنا وأنتي أسئلة وبتحلمي بإيه ونفسك إيه حاسة بإيه في اللحظة دي، اعملوا الاختبارات دي واتكلموا مع أولادكم بشكل صريح وتلقائي. يعني عايزة أقول بقى إن كان في قصة مؤثرة جدا على السوشيال ميديا قدمها الصحفي الفلسطيني معتصم مرتجى لما قرر إنه يفتح كاميرا موبايله ويسأل زمايله الصحفيين والنشطاء سؤال واحد بس، أنت إيه حلمك بعد الحرب، بتحلم بإيه؟ الإجابات كانت واحد قال له والله أنا مشتاق لأولادي بدي أطمن عليهم وأقعد معاهم وأنسى العالم الخارجي كله، وحد تاني قال له الصمت سأظل صامتة. تعالوا نشوف قالوا إيه ونرجع تاني. مش بعد الحرب تنام تطمن عليهم وأقعد معهم وأنسى العالم الخارجي كله، بدي أدور على جواز سفري وأطلع. تمام، انا نسقته جاهز. اول ما اول شغله بدي اعملها بعد الحرب بدي اطمن على اهلي وبدي اسافر برا البلد ومش راجع نهائيا. ايه بدي اروح على البحر واقعد وافطر واشرب شاي وهيك، بس اضل لحد الغروب لحد ما تنزل الشمس بعد ما اروح. حلو، نعم اسبوع كامل بدي انام. سفر المعبر بالنسبه الكبيره، سفر نعم. الصمت طويلا دور على بيت انام فيه. مش وين بيتك؟ في الحرب. شو بدك تعمل بعد الحرب؟ مش هعمل، هضلني ساكت. اول حاجه بعد الحرب بدي اشوف عيلتي. انا الي من اول ما بدات الحرب ما شفت حدا منهم، مشتاق لهم كثير. اروح اشوف امي واشوف العيله واشوف الدنيا واحلق لكل البشر، اطفي جوالاتي وانام. اشتقت لبنتي كثير. أول حاجة أعملها بعد الحرب غير أنهان. والله أنت عبد تصفي جوالي، أنام ثلاثة أيام بعدها أشوف دكتور نفساني. ده حال الصحفيين والنشطاء في فلسطين، ويعني وعثاء وكآبة المنظر صعبة، وعثاء المكان وكآبة الحرب بتؤلم أي حد، واللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. ربنا عديها على خير يا رب وينجيهم وينصرهم إن شاء الله ولو بعد حين. نرجع بقى للكوفية الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية الباسلة في وجه العدوان والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ليها أشكال مختلفة. النهاردة حابين نتكلم عن الكوفية الفلسطينية اللي انتشر لبسها في عدد من الدول العربية خلال الأيام اللي فاتت، لأنها رمز للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتعتبر تراث فلسطيني بيتمسك به الفلسطينيين جيل بعد جيل على مدار التاريخ. وارتبطت الكوفية الفلسطينية بتاريخ النضال في البلاد، وبدأ انتشار ارتدائها بين الفدائيين والثوريين سنة 1936. وقتها اتطلب من الفلسطينيين ارتدائها هروبا من الجيش الاحتلالي البريطاني وعدم القبض عليهم، عشان يعرفوا الثوريين من المواطن العادي، لا كله لابس عشان يحصل ما يعرفوش يميزوهم من بعض. وفي سنة 1974 زادت كمان الكوفية الفلسطينية، ظهر بها الفلسطيني طبعا الزعيم ياسر عرفات خلال كلمته أمام العالم في الأمم المتحدة، ومن هنا بقت الكوفية رمز للمقاومة والكفاح الفلسطيني. وبدأ الكثير من الأفراد والسياسيين أيضا في المحافل الدولية في اعتمادها كدلالة على دعم ومساندة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه. كتير مننا هنا في مصر وفي العالم العربي يعني بيبقى فخور وهو لابس الكوفية الفلسطينية. أصلا مش خلاص، هي مش مجرد كوفية بتعبر عن جنسية أو عن أرض فلسطين، هي أصبحت رمز للحرية، رمز للحق، رمز لحاجات كتيرة مش من 36 بس. يعني النهاردة بفتح للأسف مش متذكرة اسمها، لقيت واحدة من نجمات هوليوود اللي أنا حقيقة كنت بحبها بس حبيتها أكتر متصوره بالكوفيه الفلسطينيه، رغم التهديدات اللي بتيجي هناك لبعض نجوم هوليوود او رجال الاعمال اللي بداوا يساندوا القضيه ويقفلوا معاهم عقود ويقفلوا عليهم شغل. عجبني جدا احترامها للانسانيه قبل اي شيء. صح. الصحفيين اللي بنشوفهم كل يوم اللي يعني مستهدفين، 47 شهيد من الصحفيين زمايلنا لحد النهارده، رغم كده بيعلنوا عن نفسهم بالزي الصحفي، بيحطوا الكوفيه ولا فرق معاهم. هو ده رمز لان انا انسان، انا بدافع عن الحق ولو هدفع فيه حياتي. يعني اتمنى كانت معايا كوفيه والله، يعني احصل على واحده واطلع بيها في حلقه من الحلقات. شرفنا. هو الانسان موقف، وفي الازمات بتبان معادن الناس،
واللي ما يقدرش يقدم حاجة وما يقدرش يروح وما يقدرش يدعم. ارتداءه للكوفية الفلسطينية في حد ذاته موقف ودعم ليهم. احنا لما شفنا الناس على مستوى العالم المتضامنين مع فلسطين والقضية الفلسطينية ارتدوا الكوفية، ده شكل من اشكال الضغط على قوات الاحتلال الصهيوني. الحقيقة ده اعلان موقف من العالم كله، واعتقد ان الامور دلوقتي اصبحت واضحة. يعني النهاردة ما فيش بيتباع عندنا في كل مكان دلوقتي الكوفية الفلسطيني، الشباب بقوا بيروحوا يشتروها عشان يعلنوا عن موقفهم. شوية ممكن أتمنى، يمكن ده لسان حال الأمنية، أن العالم كله يرتديها في موقف واضح إعلان كلمة الضمير الإنساني في العالم كله. طبعا يعني الإنساني والإنسانية ملهاش بلد، الإنسانية دي شيء في العالم كله. يعني قد تختلف بعض الحكومات، لكن هم الشعوب عندها قلب بتحس وليها موقف. فنتمنى ان احنا ما نبقاش سلبيين يا جماعه، ولو يعني ده فرض علينا، عين علينا كلنا.